جلالة الملك يسجل الهدف الأول في الشوط الأول، ومع الدخول المبارك لجلالة الملك في شوط المباراة الثاني يسجل الهدف الثاني ليضع مسمى ملكي على ملكي. محاولة ملعوبة، جول 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 على طول. ريتشي 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 في الدقيقة 83 من عمر المباراة يسجل الإصابة الأولى للنصر من كرة ركنية ملعوبة، وريتشي البرازيلي يسجل الهدف الأول. هذه الإعادة، وهذا ريتشي، هدف يعني يأتي في وقت في الدقيقة 83 والمتبقي 7 دقائق. نصر يعود للمباراة، راح تكون معجزة، ولكن مستحيل في كرة القدم، ولكن واقع اللقاء